فوقيه سعادتك هنا يا فندم. هنا؟ ايوه يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. هروح اسجله في المكتب يوم ربي. على اذنكم. رسميا بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هانا. هنا؟ لا ده على الورق بس. هو مختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم، حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول له مختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أوامرك يا فندم، استأذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي، ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي، مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا انا كويس. ايه؟ لا مبسوط شويه. بقول لك ايه يا شفيق؟ انا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعه 9 بالليل النهارده. النهارده. ايه؟ مفاجأة. اما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. طيب. مع السلامة، مع السلامة. داليا، تيجي نروح نتغدى برا؟ هاتي المفاتيح معاك بليز. يلا، ليتس جو. احلى كوبايه شاي لاحلى ايهاب باشا في الدنيا. حبيبي يا ابو راشد. حبيبي. بص يا راشد. الباشا اللي انت رايح تقابله ده يخوف. خوف ازاي يعني يا باشا؟ بياكل عيال صغيره. بص يا راشد، الباشا ده انا اعرفه بقالي سنين. الراجل ده مفيش اي حاجه اتغيرت فيه. الراجل ده لا فرق معاه ثوره ولا حكومه اتغيرت ولا سعر الدولار طلع ولا نزل. الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان الراجل ده يقدر يعمل اي حاجه. حتى الناس اللي حواليه لا يعرفوا بيشتغل ايه ولا مع مين. يا باشا تمام، ما قلناش حاجه، هي خدمه اطلبها منه وياخد اللي هو عايزه، مش ده الميري؟ تمام، وانا مفهمه كده، بس الراجل ده لازم تتعامل معاه بادب. ده مش موظف حكومه مرتشي بيخلص لك مصلحه، لا ده باشا وانت رايح تطلب مساعدته. باشا فاهم والله، انا مش تلميذ، باشا يعني واحد من الكبارات يعني. وابقى خد فتون معاك. لا فتون يا باشا مش ناقصه، لسه بتقول لي راجل من الكبارات وبتاع فتون دي تفضح بلد، اخدها ليه؟ مش فاهم. البنت دي دمها خفيف وهتفك القعده. ماشي. فهمت قصدك، المدام بتاعته تبقى موجوده يعني، فهمت. هتفك القعده برضو ولا ايه؟ الفتون اسطى فضيحه. ماشي هاخدها. ماشي. عايز فلوس؟ مفيش مصلحة ولا ايه؟ أنا المصالح بتاعتي ما بتعطلش، ولا قصدك مصلحتك أنت؟ اللي بريحهولك بتاخد عليه كام؟ مالكش فيه. لا ليا فيه. مش هو دين؟ يعني ليه آخر؟ لا لسه بدري، ما تقلقش. لما يخلص أبلغك. شغلانتك اللي جاية كمان أسبوع. اتفقت عليها بس لسه ما عربنتش. يلا كابيلو.
ما ينفعش ما تجيش يا مختار. اتصرف عبد الحميد، قول له اي حاجه، قول له ما عرفتش اوصل له. اكيد مراد بيه عايزك علشان نقل ملكيه الشركه. نقل ملكيه الشركه ده ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه يا سيدي، مراد بيه النهارده الصبح اتنازل عن الشركه الداليا بيع وشراء. نهار اسود، في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مالك يا مختار، في ايه؟ ازاي تسيبه يعمل حاجه زي كده من غير ما تقول لي؟ اهدى اهدى، الموضوع مرتبط بترشيح لوزاره الاسكان، وبعدين يا اخي انا مش قريب قوي من مراد بيه يعني علشان اناقشه في حاجه زي دي، ثم انا فاكرك عارف. اعرف منين يعني؟ ومين بقى الولا اللي خد العربيه دي؟ دي بقوله فات يا اخويا. شو تفضحينا، بيركنها يعني في امان؟ ايوه نعم. مساء الفل، احنا تبع الباشا. باشا سيبوه. مساء الخيرات يا باشا، تعال. مين دي؟ دي معايا يا باشا. معاك مراتك؟ لا يا باشا، دي مرات ابن عمي وشريكتي. اسمها ايه؟ فتون. فتون، حلوه الفتون دي. يا حلي ايامك يا فخامه. فخامه؟ حلوه فخامه دي وجديده كمان. وانا عادل. اهلا يا عادل، اشربوا يا عسل. اي حاجه من الازايز دي اجربها يعني. ده انت مجرمه بقى. نوم يا ابني كاسين، خليك تجربي حاجه من الحاجات دي. عسل. خير يا عادل؟ خير يا باشا. انا كان معايا قرشين كده كنت عايز احطهم في البنك باسم سعادتك. كام؟ 20 مليون. 20 مليون؟ حته واحده؟ عايز تغسلهم انت؟ ها يعني. اشرب عادل. طب بص عادل بقى، ال 20 مليون دول مبلغ مش مهم، روح تاجر بيهم في الخرده او عند قطع الغيار المستعمله. في سماسره بيعملوا كده على فكره، وفلوسك هترجع لك ورا. لا الواضح بقى ان انت مش فاهمنا. طب ما تفهميني. الباشا اللي قاعد قدامك ده قبل ما يبقى باشا كده كان شقي حبتين. انت عليك احكام يا عادل؟ لا يا باشا، عادل معلوش حاجة، أنا أصلاً اسمي راشد. فهمت، يعني أنت جاي اللي عايز اسم جديد بورق سليم، تمسح صفحتك القديمة وتفتح صفحة جديدة. الله ينور عليك يا باشا. 4 مليون جنيه. وأنا كمان عايزة. أنت إيه؟ عليك حكم. فاشر حكم. انا عايزه اقرب يعني، ومش هدفع ولا مليم طبعا. ما تجيبلنا شويه من ده اسمه ده ايه يا باشا؟ ده حلو قوي. خمره. ما تجيب لنا شويه خمره. خمره. ما تجيب لنا شويه كده